أكبر بار شوكولاتة في مصر ب9000 كالوري. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معاكم احمد سعد. الفيديو ده هنجرب شوية شوكولاتات جديدة ولكن ما بتتباعش هنا في مصر. الشوكولاتات اللي معانا النهاردة كلها هي جاية لنا بالطيارة كده على طول من نمسا. ففي البداية بس حابين نشكر علياء محمد صاحبة قناة مصرية في النمسا ان هي بعت لنا الحاجات دي عشان نجربها ونشوف ايه الشوكولاتات اللي موجودة في اوروبا ولحد دلوقتي لسه ما جاتلناش مصر، حتى في ظل وجود الكم الهائل من محلات الشوكولاتة اللي فتحت في مصر واللي بيبيع شوكولاتات مستوردة واللي عملنا عنها كذا حلقة قبل كده. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك قناة علياء محمد، ممكن تخشوا عندها على القناة وتخشوا على اخر فيديو هي منزلاه وتكتبوا لها سعد بيقول لك شكرا على اتاحة الفرصة دي لينا ان احنا نشوف الحاجات الجديدة دي. الحاجات دي كلها انا تقريبا اول مرة اشوفها ما عدا الميلكا. فاول منتج معانا هو منتج اسمه ميني كوكو او ميني كوكوا. ميني كوكو كل مكتوب عليها انجليزي يوتي زد سيرتيفايد كوكوا. العبوة دي 500 جرام يعني نص كيلو. فانا بصراحة ما اعرفش اسعار الحاجات دي، ممكن برضو لو دخلتوا عندها على القناة تسألوها الحاجات دي اسعارها كام. احنا هنقيم طعمها النهاردة. برات شوكولاتة كده، هنعيش في الشوكولاتة. الدايت يا ويل. ماشي، ممكن نفتح واحدة كده نشوف طعمها عامل ازاي. ده شكل الواحدة، هو مش مكتوب عليها اي حاجة، كل المكتوب على الكيس. حجمها صغير شوية، مكتوب عليها ميني كوكوا، فممكن يكون في من ده بيتقدم بحجم اكبر. بصوا ده شكلها كده، قريبة جدا من شكل الباونتي. كنت تكون دي تقليد للباونتي او العكس يعني. عايزين نشوف كده ايه اللي جواها. واو، جوز هند. ريحتها حلوه جدا، مش هنقدر نستنى اكتر من كده. بسم الله. روعه يا ابني والله، طعمها حلو جدا بصراحه، طعمها روعه. ولكن بالنسبه لي انا بصراحه حاسس ان الباونتي طعمها احلى من دي. ليه؟ عشان حاسس ان الباونتي طعمها مسكر شويه عن دي، وكمان الجزء الهندي اللي فيها طعمه انضف من دي. ففي تصوري انا او في مخيلتي انا ان ميني كوكو ده او ميني كوكو ده هو اللي بيقلد باونتي. لكن بصراحه طعمها حلو، فانا لو هدي تقييم للميني كوكو دي انا هديها 8/10. ممكن نلم بقى الحاجه دي عشان ندخل على تاني نوع. محدش يبص لنا يا جماعه في الشوكولاته دي، واللي عاوز يقول لي وانا هبعت له حد عنده. وتاني منتج معانا النهارده هو بسكوت ويفر كده، اسمه نيابوليتانيير. مش عارف يعني ايه بصراحه، مش مكتوب اي كلمه انجليزي لان الحاجات دي من النمسا. ما اعرفش بصراحه النمساويين بيتكلموا ايه. نمساوي؟ صباح الفل. هي البتاعه دي كانت 3 ولكن في حد قلب واحده. 65 جرام. خلينا نشوفها. اتفتحت من الناحيه الثانيه فهنكمل بقى. ده شكلها يعني الله على الشكل الهندسي المتماثل. هي عباره عن برات. ماشي، احنا خدنا واحد. هي المفروض 10 برات من دي ويفر، مكتوب ان هي بطعم البندق. ريحته بصراحه نظيفه. بسم الله. حلوه. طعم الشوكولاته اللي في الويفر نفسها طعمها كده مخدوم، تحس ان هي لا طعم البندق باين فيها جدا. في حاجه بس نسيت اقولها، ان هو مكتوب عليه هنا فيجن يعني مناسب للنباتيين. ويفر نظيف، وعشان كده انا لو هدي تقييم للنيابوليتانيير دي انا هديها 8/10. فتفت فتفت السنين. وده ياخدنا على الثالث منتج معانا النهارده، واللي كلنا عارفينه وجربنا منه كذا طعم، جربنا منه اطعمه كتيره، هو الميلكا. طيب الميلكا دي انا مش فاكر بصراحه انا جربت الايردي بير ستروبري دي ولا لا، لكن انا جربت حاجات كتير من الميلكا. برضو نفتحها ونشوفها، يكون فيها حاجه غريبه. ريحه الفراوله هنا حلوه. ده شكلها، البار خفيف جدا. ده شكلها من جوه. بسم الله. اول مره اكل حاجه بطعم الفراوله او بطعم الفواكه المجففه بمعنى اصح. نفسي ما اتجزعش يعني، دايما كل ما بجرب حاجه بيبقى فيها الفراوله دي او قشر الرمان، الحاجات المجففه دي، تحس كده ان طعم الفواكه جازع كده. لكن دي بصراحه الكريمه اللي مع الفراوله دي كسرها جدا. حلوه بصراحه، عجبتني. وان كنت لازم اقول في كل حلقات الشوكولاته، انا مش عارف بصراحه انا بقيم الشوكولاته ازاي، الشوكولاتات كلها المفروض هي اللي تقيمنا. ولكن انا لو هدي تقييم للميلكا اللي بالفراوله دي او ايا كان النمساوي اللي مكتوب هنا، فانا هديها 8/10. ان ستيل برضو في حاجات في الميلكا كان طعمها احلى من دي بكتير. المنتج اللي بعد كده معانا هو توفي. ده شكله هو عباره عن يعني علبه كده كبيره 250 جرام. اي دونت هاف اني ايديا اللي مكتوب هنا ده. هو الكلمه الوحيده شوكليت نوجا كريم كراميل. دي هازل نص. طب ما انا بعرف اقرا يعني. بصوا، بندق كراميل ونوجا وشوكولاته. واو، البتاع دي اي ثينك ان هي تنفع حلوه جدا كهديه. هي اصلا ايه ده؟
اطلعي بقى. هي فيها اتنين من دول والواحدة فيهم فيها 1 2 3 15 فيها 15 يعني هي فيها 30 واحدة. ده شكلها كده من جوه. ده شكل الواحدة عاملة ازاي. هي بتاعة كده من هنا ملمسها حلو جواها شوكولاتة. ريحتها حلوة وشكلها بصراحة والتغليف وكده لا حاجة عالمية. فبسم الله. بالنسبة لي انا البتاعة دي فيها كل حاجة انا بحبها في الشوكولاتة. نوجا كراميل شوكولاتة في بندقية جوه. بندقية مش طعم بندق اهي. بندقية مش اللي هو طعم بندق. كمان الجزء اللي فوق ده شوكولاتة. البتاعة اللي تحت دي هي التوفي بتقعد تمضغ فيها كده. فبالنسبة لي انا دي الشوكولاتة المثالية. عشان كده انا لو هدي تقييم للتوفي دي انا هديها 10 من 10. 10 من 10. 10 من 10. تغليف ممتاز وفيها كل حاجة انا بحبها في الشوكولاتة. حاجة حلوة جدا. والمنتج اللي بعد كده معانا وهم اتنين اسمها ريكي. ريكي يوكي زيت سيرتيفايد. انا مش عارف بصراحة ايه يوكي زيت سيرتيفايد ده. هنبحث عنه ونعرف. ده بطعم البندق. هذا النص. وده فول ميلخ. فول ميلخ لبن. احنا هنفتحها كده. ده شكلها كده من جوه. بصوا المكعبات تعتبر مكعبات صغيرة زي الميلك او كده. ده المكعب الواحد. بسم الله. سو المفترض ان الشوكولاته اللي بتبقى فيها ميلك دي تبقى سايحه كده في بقك زي الميلكه مثلا. لكن دي لا دي بتاخد في بقك شويه. وكمان طعمها مسكر الى حد ما. ما بتحسش قوي بطعم الشوكولاته كده السايحه زي الميلكه. ممكن ندوق الثانيه بقى اللي هي بالمكسرات. ده شكلها اللون الاخضر. هي 100 جرام. وادق التفاصيل بقى ممكن تشوفه في الاوروبيين. هو بيقول لك افتحها ازاي. هو عارف ان في ناس جاهله كده زي حالاتنا بيقطعوا كيس نصين. اهو الله يعلمها لكم عشان احنا ايه. بصوا العالم حلو يا اولاد. ريحة البندق حلوة جدا. بصوا ده شكلها كده من جوه. بصوا شايفين كمية البندق دي. ده برضو شكلها كده من جوه البندق. بسم الله. كان الشوكولاتة اللي كنا دقناها بتاعت نسلة اللي كانت بالفستق كان طعمها حلو جدا. وطعم الفستق كده كان جواها كان عالي. دي شبهها كده ولكن بطعم البندق. طعم البندق اللي جواها نظيف جدا. نظيف جدا جدا كمان. لكن طعم الشوكولاتة عامل زي ده. حس ان هي مسكرة الى حد ما. فدي مش حاجة حلوة انك تستطعم طعم الشوكولاتة نفسها الكاكاو يعني. ولكن انا لو هدي تقييم للشوكولاتة اللي بالبندق دي فانا هديها 8 من 10. لان طعم البندق حلو. ولو هدي تقييم للريكيت الفيلي ميلخ اللي هي ان كان شوكولاتة باللبن دي انا هديها 7 من 10. عشان ندخل على النوع المنتظر في حلقة اليوم وهو اكبر بار شوكولاتة في مصر. بصوا انا شكله اصلا كده. بصوا انا بحب بصراحة الناس اللي بتغير كده في التصميمات بتاعتها. مش اللي هو زي ما احنا هنا في مصر يعني نفس الحاجة بنفس التصميم. لا يعني احجام كبيرة. كيس مليان حاجات زي الكتكات. برضو كيس مليان كتكات. ومكتوب عليه بقى ايه برضو يوتي زيت سيرتيفايد. اكبر بار شوكولاتة في مصر ب 9000 كالوري. مكتوب عليه ان هو 406 جرام. سبيب. خلينا بقى نشوف جواها ايه. بصوا انا بصراحة كنت فاكر ان هو البار الكبير ده. ولكن لا هو طلع كيس زي الكوكو ده. في حاجات صغيرة. يعني في اكتر من واحدة. 1 2 3 4. هو في 7. 7 من ده. 7 من ده من السبيد ده. اللي هو على شكل تقريبا التويكس. الواحد منهم 58 جرام. كان نفسي يبقى كبير كده ونقعد ناكل فيه. بسكت اند كراميل كفرد ان ميلك شوكليت. بسكويت وكراميل توست شوكليت ميلك. 2. ده شكل البار كده اهو. هو اطول من التويكس وارفع كمان. بسم الله. بصراحة طعم الكراميل اللي في التويكس احلى من ده. لكن طعم البسكوت اللي هنا احلى بكتير من التويكس. اخف. تحس كده ان هو بيقرمش حاجة بسيطة كده في بقك. تقدر كمان تحس بطعم الشوكولاتة. يعني طعمه مش مسكر قوي. لا بيخليك تحس بطعم الشوكولاتة في الميكس ده. لا حاجة ممتازة. عشان كده انا هدي تقييم لسبيد ده. عينه يعني خميني شوية في حجم الكيس وكده اهو. انا هديله تقييم 9 من 10. وبقالنا كتير ما عملناش حلقات الشوكولاتة دي. فالنهاردة عملنا شوكولاتات ولكن مش موجودة في مصر. هي جاية لنا من النمسا. حاجة بصراحة جديدة عليا شوية. حاجات مختلفة يعني بصراحة. رغم من كل اللي وصلنا له هنا في مصر ومحلات الشوكولاتة اللي بتستورد شوكولاتات كتير من برة. انما لا لسه في حاجات كتير جدا لسه ما شفناهاش ولسه ما جربناهاش. فبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك انسى تسيب لنا لايك من تحت. ومتنساش برضو تشترك في القناة وتفعل الجرس لو عايز تشوف المحتوى ده اكتر واكتر الفترة اللي جاية. لان ده فعلا بيدعمني جدا ان انا اكمل النوع ده من المحتوى. شكرا ليكم. استنوني فيديوهات اكل كتير الفترة اللي جاية. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.
شكرا علياء على الشوكولاتات الحلوه دي.